بالفعل اللقاء اليوم هو كيجي في سلسله لقاءات حول قطاعيه، فكنظن اليوم القطاع اللي كان هو قطاع جد مهم هو قطاع النسيج والخياطه. قطاع النسيج والخياطه اللي بغينا يتهوي تاهل كما تاهل عده قطاعات في الجهه ديالنا كجهه طنجه تطوان الحزامه، واليوم كنعرفوا بان قطاع السيارات ولا رائد على الصعيد الوطني، وبغينا هذا القطاع هذا اللي كيعيش بعض المرات ازمات وهذه. فالخيرات المهنيين وكم كما شفتوا اليوم الحضور بكثافه ديال جل المهنيين القطاع هو دليل على انخراطهم في تصحيح مسار هذا القطاع، ولا هو القطاع ديال النسيج والخياطه. فمن اهم حاولنا الخلاصات اللي يمكن هذيك، فكاين بروز واحد احداث منطقه صناعيه جديده اللي غتكون ان شاء الله في عين داليا، وهذه المنطقه هذه اللي غتحاول تستوعب القطاعات النسيج والخياطه واللوازم ديال الخياطه ككل. فهذا هو اللي كيبغي يأهل الحقل القطاعي او كيأهل القطاع ككل، هو نحاولوا نجيبوا يعني لي فورنيسور وبعض المواد الاوليه اللي تكون متواجده مع هاد المهنيين. فالقطاع كذلك كاين منه اللي ما هو اللي ماشي مؤهل، والقطاع اللي كنقولوا الغير مهيكل اللي بغينا حتى هو ينخرط مع هاد المهنيين واللي يتدمج. هذه فرصه باش يندمج ويكون حتى هو التاهيل ديالو. فكاين بروز اسواق جديده كاسواق افريقيه اللي حتى هي خصنا نتوجدوا لها ونوجدوا لها. فكنظن بان احداث بهذه المنطقه هذه اللي عين داليا هي اللي غتكون بان غتكون محطه مصيريه لهاد المهنيين، واللي ان شاء الله غتعطي واحد المستقبل زاهر. وشكرا.